اهلا وسهلا اصدقائي. اهلا وسهلا اصدقائي، كي دايره؟ لاباس عليكم؟ اليوم جيتكم بواحد الفيديو مهم بزاف عاد، وكنتمنى انه يعجبكم. بطبيعة الحال هذا الفيديو كيخص سورتو حنا المغاربه. انا كمغتربه مغربيه هنا في كندا من سنين، اكثر من 20 سنه بطبيعه الحال. دائما كنبقاو مغاربه بطبيعنا، بلباسنا، بالاكل ديالنا، بالمعامله ديالنا، بالتقاليد ديالنا، بالثقافه ديالنا، واخا داك الاوبن مايند ديالنا انه حنا بلد مضياف، يعني الناس كيحبوا الغير، كيحبوا يعملوا علاقات مع الناس، تعرفوا على طبايع وتقاليد وثقافات اخرى، ولاني الا ثقافتنا وحضارتنا والتاريخ ديالنا الاصيل. انا بالنسبه ليا خط احمر، وخط احمر غادي نقول لكم علاش. نبداو باول شق. اول شق هو اللباس التقليدي ديالنا. اللباس التقليدي ديالنا معروف من عصور، وبطبيعه الحال الى غتشوفوا هنايا واحد اللباس ديال اول سفير من زمان الزمانات، اللي باقي الدول ما كيعرفوا لا السفاره ولا شي حاجه. هذاك السفير كان صرتو واحد من الملوك اللي حكموا المغرب، وكان لابس واحد اللباس تقليدي مغربي. ثاني شيء دخلوا في يعني في الانترنت وتشوفوا تاريخ ديال داك اللباس المغربي اللي مأرخ ومعروف. فهاد التراث ديالنا، هاد التراث ديالنا كيجمع بزاف الحوايج. كاين اللباس، كاين الاكل، كاين الزخرفه، كاين الجواهر، المجوهرات، الاشياء بتاع يعني اللي كنديروا ديال الصناعه التقليديه كلها بجميع المشتقات ديالها، سواء الجلد، سواء الحرير، سواء اي شيء. ثاني شيء داك الشيء ديال الزخرفه اللي كتشوفوا في البناء، في النقش، سواء على القبص، على الخشب، على الرخام، على اي شيء. وتبارك الله في هذا الميدان، وكنحيي الحرفيين ديالنا المغاربه، راهم تبارك الله مشاو ساهموا في تزيين بداك الزخرفه، قصور وبلاطات ومنازل فاخره، يعني كيف تنقولوا حنا فيلات، وهذا سواء داخل المغرب او خارج المغرب. وبطبيعه الحال وهذا افتخار لنا، يعني ما كنسرقوش شي زخرفه ولا شي تراث ديال شي حد، ولاني ما كنبغيوش شي واحد يجي ينقل منا وياخذ من التراث ديالنا ويقول لك ديالو، اولا يقول لك ديال هادوك شي وحدين. فهادي انا كتسبب لي ازعاج، بالخصوص علاش؟ لانه مادام عايشه انا هنا برا في الاعياد والحفلات، انا ما كاينش شي فرصه اللي ملبسش فيها اللباس التقليدي، ولا عرضت على الناس ولا شي حاجه. دائما الطبخ المغربي، رغم انه هنا في كندا يعني راه كت بزاف الحوايج، ماشي دائما غدير نفس الطبخ، كتنوع. ولاني ملي كنستقبل الناس ماشي مغاربه، حنا المغاربه الحمد لله عارفين هذوك الوصفات، بطبيعه الحال خصني ندير شي حاجه مغربيه كتثبت الهويه ديالي. وفي اللباس كذلك، في الهدايا لما كنمشي للمغرب وكنجي لهنا، بطبيعة الحال كنجيب لهم هدايا مغربية، سواء الشربيل، سواء دوك لي تخوص ديال الخميسات، شميعات الخميسات، شي حاجة لبيسة، جبادور، بلغة، قميص، المهم شي حاجة فيها طابع مغربي. فلما كنجي كنلقى يوتيوب في فيديوهات ديال الناس جالسين، وتيقول لك هاد بحال تجي تقول لي هاد البراد راه ماشي مغربي، راه حنا معروفين البراد باتاي والنعناع، الشيبه، فليول، عبدي، تخلطه كيف ما بغيتي، هادي من تراثنا المغربي. اوكي، ما كاين مشكل ان واحد يتعلم من شي بلاد اخرى يصاوب الشاي المغربي، دو فاسون
كاين لي غوسيط في الانترنت، كتدخل كتلقى قنوات طباخين وطباخات مغاربه مهاره كيحطوا دي غوسيط. انا نيت تعلمت منهم بزاف د الحوايج مشكورين، ولاني ما نجيش نقول لا هذيك ماشي مغربيه. كنلقاو في يوتيوب جيب لك البسطيله قال لك ماشي مغربيه ديالهم، لابسين القفاطن قال لك ماشي مغربيين ديالهم، اي حاجه وبزاف هادشي. يعني انسان كيف تيقول الا بغى يسرق ما يسرقش بدك عيني عينك. اوكي تقدر تمشي دير ان كروكي ودير داك الموديل تفصلو عند شي حد وتلبسو حيت عجبك داك الموديل، ولكن بكل جرحة بكل جرأة وبكل وقاحة تجي في الإعلام وفي واحد برنامج اللي كيداع على عبر واحد القنوات وتلبس داك اللباس وتقول هذا ديال بلادك ولا هذا جاي من واحد البلاصة أخرى، ما يمكنش. بحال داك الطربوش الأحمر اللي كيلبسوه المغاربة، فالجلال بشب يعني ما غاديش نبقى نعدد الملابس ديالنا المغربيه والاكل بطبيعه الحال. فانا استغربت سورتو هذه شي مازال تقول لي بايلا ولا شي حاجه، نقول بون اسبانيولا، ولاني تقول لي البسطيله مستحيل مستحيل تقول لي البسطيله. واش يقول لي غدا قول لي كسكسو باداس؟ هذه راه عارفين المغاربه كسكسو باداس ديال الدراره حتى هو من هذا. تجي تقول لي مثلا الخليع، الخليع شكون اللي كيديرو؟ كيديرو عند المغاربه. يجيو يقولوا لي المروزيه، المروزيه شكون اللي كيديرها؟ عند المغاربه. هادشي ما كنهضرش على الطواجن المشهورين راه معروفين، الطواجن ديال الدجاج ديال اللحم ديال الحوت الاسماك بانواعها، يعني راه الطاجن وعندنا فيه طواجين يعني اللي بالبصله اللي بالخضره اللي بالخرشه، يعني راه مستحيل تعدد داكشي اللي كاين. وثاني شيء انه دابا راه لا كويزين ماروكان المطبخ المغربي الاول عالميا، يعني العالم الاجانب كيعترفوا به وتيقول لك هذه غوسيط ماروكان، هذا طبخ مغربي، هذا لباس مغربي. وحتى اللباس المغربي راه لبسوه المشاهير في العالم. هيلاري كلينتون فاش جات المغرب مع بيل كلينتون لبساته، بنتها لبساته، مغنيين مطربيين بزاف اللي لبسوه. يعني سيلين ديون فاش كانت دارت العرس ديالها دارته بحال مليون وي ولبست داكشي لباس تقليدي مغربي. كاينه جينيفر لوبيز لبسات بزاف يعني الفنانين العالميين لبسوا، وعرب كذلك بزاف عرب وكنحيهم لانه كيلبسوا. بحال مره احلام في واحد البرنامج قلت لهم ايه هذا قفطان مغربي وصوبته لي فلانه، وانا مره حضرت الحفله الاصاله لايف يعني حفله حيه الاصاله، وكانت لابسه واحد تكشيطه مغربيه بستيل مودرن وقالت لك هذا لباس مغربي وصوبته لي المصممه كذا كذا. علاش لا؟ يعني انا كتجيني هذاك اللي كيجي وباغي يسرق لك التراث، اشنو زعما الا حيدتي التراث بحال شي واحد هذاك هو باه امه وتقول له لا هذوك راه بايني انا وديولي انا، ما يمكنش. والعالم كلهم عارفين، يعني كل واحد خصو في بلاده يمشي يحل الكتب ويقرا التاريخ ديالو ويطور من داكشي اللي خلاو ليه الجدود ديالو، سواء يعني في اللباس في الاكل في الزخرفه في البناء في الصناعه التقليديه في حتى في الموسيقى. الموسيقى انا بطبيعه الحال كاين عندي واحد المؤاخذه، شي وحدين تيقول لك اليوم وصل مع الطرب الاندلسي الطرب الغرناطي، راه ماشي الاندلس وغرناطه اللي جابوا لينا داكشي وعلموه لينا حنا العرب في المغرب ودرنا، لا 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 لا. ملي طارق بن زياد مشى لفتح الاندلس دا معاه داك التراث المغربي سواء بالموسيقى ولا بالطبخ، وكانوا كيغنيو دوك الموشحات تما في البلاط في الاندلس. فهو يا موسيقى مغربيه اللي داروها وتغنوا بها في الاندلس او تغنوا بها في غرناطه في ايام هذوك السلاطين وملوك ما علينا. يعني بحال اكسبورتاسيون ديال واحد الثقافه لواحد البلاد، ولينا راه كتبقى الاصل ديالها لوريجين منين جات البوانت ديبار راه من المغرب. وهذه انا كناخذها لانه طبيعة الحال بعد الحفلات الفنيه تيقولوا ايه هذاك الفن اللي تغنوا به في غرناطه او اللي تغناو به في الاندلس
راه ملي مشاو الاندلس وغرناطه راه ما كانوش تما العرب، راه كانوا الصباليون يعني اوروبيين. راه حنا طارق بن زياد اللي دا لهم الحضاره ودا لهم النقش ودا لهم بزاف د الحوايج، فيعني حتى في الهضره مع زلات لسان انا كنسميهم اللي خص بزاف الناس اللي في البرامج وهذا يعودوا ينتبهوا لها. الشيء الثاني لانه انا كمغتربه بحال مثلا كنكونوا في شي حفل ولا شي وكاينين شي وحدين من الجاليه الثانيه كيلبسوا شي ملابس بحال ديالنا، فكتكون مثلا شي صديقه ديالي كتقول لي بحال هذا، تنقول لا راه الاصل حنا مغاربه اللي دايرين هذاك التراث ديالنا وحنا اللي بدعنا في هذاك اللباس ولا في ذاك الاكل وهذا. وبطبيعه الحال دول اخرى لهم الحريه انهم ياخذوا ذاك يعني ذاك الصناعه ديالنا ويديروا بحالها، ولاني يقولوا راه اصلها مغربي. بحال دابا انت كتلبس ان طايوغ ولا كوستيم ولا شي حاجه، بطبيعه الحال كنعرفوا لي كوستيم لي شوميز هادشي ملابس غربيه كانت وباقى الان غربيه، فما نقولش واحد النهار انا لو كوستيم راه اصلا مغربي، لا، لانه حنا عارفين المغاربه كيفاش الاصول ديالنا شنو، سواء كانوا بربر او صحراويين او شماليين ولا شرقيين ولا في الداخل يعني معروف. وثاني شيء المغرب الاشياء اللي كتجمعنا هو انه الثقافه ديالنا راه متنوعه، هي متحده تحت الرايه المغربيه والملكيه وهذوك العادات والتقاليد ديالنا، ولكن الا جيتي كل منطقه غتلقى عندها واحد الرونق، غتلقى عندها واحد الالوان مختلفه على الاخرين. ولا مشيتي عند الحسانيين مشيتي للصحراء وشفتي كيفاش داك اللباس التقليدي اللي كيلبسوا الحفلات وهذا، مشيتي عند الشماليين مشيتي للداخل مشيتي يعني المناطق الجبليه مشيتي، يعني دائما كيبقى واحد الطابع اللي كتقول ايه هذه راه المنطقه الجنوبيه هذه المنطقه الشماليه، ولينا راه كنا تحت رايه وحده يعني ما يمكنش هذا. في الاكل، اكل مثلا الطاجين عندنا حنا في الشلوح ماشي بحال الطاجين اللي عند بيضاوة، ماشي، ولينا راه كله طاجين، راه كله لحم وخضره وكذا والزيتون وحامض، ولينا الطريقه باش كي يتصاوب كاين هادو، يمكن كتلقى منطقه كيكثروا اللحم اكثر والخضره شويه، كاين منطقه كيديروا خضره انواع بزاف، كاين منطقه كيديروا لا نوع واحد الخضره في هاد الطاجين وهاد الطاجين مكثر فيه، يعني بحال الكسكس، الكسكس ولا كسكسو حنا بالمغربيه فيه 77 طريقه، بالتفايا بسبع خضار باللفت محفر اللفت حلو اللفت هادي. انا شي هنا جيت لكندا عندهم واحد الكورجيت سباغيتي، انا كنديرها دابا في الكسكس كتعطي مذاق زوين، وكاين واحد بحال لفت بافي سميتو كنديرو في الكسكس كيعطي واحد المذاق كيجنن، ولكن لاباس كتبقى مغربيه، غير انا عايشه في هاد البلاد كاين عندهم خضار كنزيدها انا في الكسكس ديالي كتعطي مذاق روعه، فالاصل كيبقى اصل. فلهذا انا كنتمنى على كل واحد يبحث في التراث ديالو ويقلب على الاصاله ديالو. وثاني شيء يا ريت وزاره الثقافه يكون عندهم واحد ملحق، ما نقولش وزاره لانه باش يبقى كل شيء تحت وزاره الثقافه، ملحق التراث او تراثي. علاش؟ باش هما مثلا كنلقى بزاف شي سلعه ولا شي فخيز ولا شي حتى لو ديسان اللي كيكون في دي زاسيت ولا دي تروك، هذوك راه معروف في هذاك الشيء ديال المنطقه ديال الشلوح ولا ديال العرب ولا شمالين، ولا كتلقى في شي حوايج ولا ما مذكورش اسمها. نورمالمون واخا مثلا نقولوا هذيك لا كونتيتي غتصاوبها انت عند الشناوه، اوكي غادي يصاوبوا لك ديك غوس كونتيتي، ولكن خص دائما هذاك الملحق التراث المغربي خاص يكون عنده واحد الدور انه يلزم كل صناع يديروا موروكان ديزاين مثلا بالانجليزي لانه this is Moroccan design، وعاد يدير فابريكي اون شين فابريكون بلجيك فابريكون افريك، يعني اوكي ما يهمش المصنع فين حطيتيه، اللي انت عندك مصنع بيد عامله ارخص تحلو هذه معروف في شي بلد
وليني دائما داك ديزاين اوف مراكو، يعني هاد ديزاين ديال المغرب، سواء في التقليدي سواء في اي حاجه. الاكل والطبخ المغربي خصهم هادوك يديروا يسجلوا داك الشيء كامل عالميا، يعني تعرف بانه هاد التراث ديال المغرب، هاد الطبخ ديال المغرب، هاد اللباس ديال المغرب، هاد النقش ديال المغرب، هاد الشيء ديال المجوهرات وداك الشيء اللي كيكون مصوب عندنا بالنقره والنحاس. انا عندي ديال جدتي الله يرحمها، باقي عندي بزاف ديال الشيء ديال النقره ديال الشلوح. يعني كاين شي حوايج اللي ما خصناش نفرطوا فيهم، وبطبيعه الحال كنفتخروا بهم. وكتبقى كيف قلت لكم، واحد عنده الاب ديالو والام ديالو، ما يمكنش يجي واحد من بلاد اخرى ويقول له لا هذاك باين ديالي انا ماشي ديالك انت، ما يمكنش. وما كاين حتى شي واحد كيفرط باهم، اذا ما يمكنش. هذه يعني شي حوايج ما كيدخلوش للعقل. فلهذا انا نتمنى انه وزارة الثقافة تنتبه على هذه الاشياء، لانه حنا بحكم اللي كيعيشوا برا غادي يتفقوا معايا انه بزاف الحوايج كيولي خاطرنا مضرور عليها الا شفناها. فهمتي، ملي كنا في المغرب وكيجيو ناس من دول اخرين كيلبسوا الحوايج ديالنا كياكلوا معنا، ايه حيت حنا بلاد مضياف وكنت شاطره من داكشي. وليني ملي تخرج لبرا وكتعيش برا وهذاك الشيء ديالك التراث ديالك، كتشوف ناس كيقولوا لا هذا ديال بلاد اخرى ولا ديالهم، راه ما كيعجبكش الحال. طبيعة الحال هما ما كاين حتى شي مشكل، اللي بغى يلبس اللباس ديالنا يلبسو بصحته، اللباس ديالنا اللي بغى يلبس واللي بغى ياكل الماكله ديالنا، حنا راه الدار الكبيره، واللي بغى ينقش ولا يدي يتمتع ديك الزخرفه والفنون المغربيه هذا، عار ما هما يقولوا الله يرحم الوالدين هذا الشيء راه ديال المغاربه، راه تراث مغربي وحنا راه عجبنا وباغيين نديروه. يعني ما كاين حتى شي اشكال. بحال انا في كندا كتعرفوا لي بروميير ناسيون، يعني السكان الاصليين ديال البلاد لي زوتوكتون، بطبيعه الحال عندهم حتى هما التاريخ ديالهم، عندهم الكتابه ديالهم، عندهم اللباس ديالهم، تقاليدهم. هذا هنا ما يمكنش واحد يجي غدا واحد اللباس، عرفتي هما كيفكروني، شفتي دوك الحايف وداك الشيء اللي عندنا في الجبال والشلوح اللي كيديروهم كنشوفهم، وحتى الكتابه ديالهم هكا بحال المسامير خطوط هكا، تقول والله العظيم. واحد الخطره ان كوليغا مو جا دار معنا استاج، وهو ملي جيت كنسولو هو من الاصول ديال الناس، شوي توجور كوريوز كنشوف شي واحد من شي مختلف من شي ثقافه اخرى، كنبغي نعرف بزاف د الحوايج. فقلت له وريني الكتبه ديالكم نتوما، وهذا بدا كيوريني هذا، وانا نطلع عليه من جوجل الكتابه ديال البربر عندنا واللباس البربر، بقى كيشوف لك شوف فيه سي بروش. الا شفتهم، انا ما كنعرفش نقرا الكتاب ديالهم ولا هذا، مي الا شفتهم كتشوف داكشي بحال وحتى هما عندهم لي فام كيديروا ديك بحال المانطا اللي من ديال من جوج اللي عندنا حنايا كيديروا على الكتاف، كاين اللي كيديروا عتي. راه سبحان الله بقيت عا كنستغرب كنقول هادو حتى هما ياك ما جايين من جهتنا. المهم هادشي غير باش نقول لكم انهم لازم انه كل الاشياء ديال التراث المغربي انه يسجلوا ويحافظوا عليها، لان هذه هو هويه ديالنا وهويه جدودنا، وما عمرنا ما غنفرطوا فيها، ودائما كنبقاو مغاربه تحت رايه المغاربه، كنحبوا بلادنا وكنبغيو داك التراث ديالنا يبقى دائما محافظين عليه، وحتى لا روجنا له عالميا يتعرف بانه مغربي اصيل. وانتظروني في كبسوله ثانيه باذن الله. مع السلامه.